معايا الدكتوره مفيده الخولي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه اسوان. برحب بحضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب، ربنا يخليك يا رب. في استفسار عند الحاج محمد مزارع قصب لعندكم. هو بيقول ان الجمعيه لما بيجي يورد القصب بتاخد 2.25% على كل طن قصب. تمام. دول بيبقوا مقابل ايه؟ علشان الناس تبقى عارفه بتدفع فلوس دي ليه؟ حضرتك مقابل خدمات وتسويق محصول القصب والخدمات اللي بتؤديها الجمعيه للزراع، من تطهير المصارف اذا كان اخذ تقاوي من الجمعيه، اخذ مبيدات، فدهيت ومحدده طبقا لقانون التعاون ومحضر جمعيه عموميه. ايوه. من فتره طويله يعني محضر جمعيه عموميه لان في نزله في القانون وبتبقى 3% كمان في القانون. ايوه. نظير تسويق محصول القصب والخدمات التي تؤدى للزراع من خلال الجمعيه التعاونيه. طيب يعني دي قانونيه ودي معترف بيها ودي اجراءات لازم الجمعيه تطبقها علشان تقدر توفر موارد تقدم بيها خدمات. تؤدي بيها الخدمه. ايوه. وقانوني متاخده بموجب محضر محضر جمعيه عموميه وطبقا لقانون التعاون. ايوه يا فندم. طيب. تمام. فهو لو عنده اي مشكله في الموضوع ده يجي بالكشف الحساب، لان هم بيدوا له. لا هو معترف ان هم بياخدوا منه، يعني هو كلامه سليم والراجل صادق بيقول ان هم بياخدوا منه 2.25% نظير كل طن قصب. فحضرتك بتقول ان دي اجراءات قانونيه، ده قانوني. يبقى كده مفيش مشكله، يعني هو دي خدمات لان هو بيتوفر له الري وبيتوفر له تطهير. طب التسويق برضه، التسويق ده محتاج مجهود شويه لان في موسم التوريد دايما بتظهر مشاكل خصوصا في النقل. دي ليها علاقه بالجمعيه؟ برضه في بعض الجمعيات، واخد بال حضرتك، لما بيكون الجمعيه مركزها المالي القومي هي ما بيكونش عندها، ممكن بتوفر الجرارات اللي هي بتنقل القصب للزراع. ايوه. فبرضه ده بيكون احد الخدمات اللي بتؤديها الجمعيه وبتاخد طبعا ليها مقابل. ايوه يا فندم. طيب عشان تقدر تؤدي الخدمه. النقطه بقى المهمه الارشاديه، هم بنصرف لهم قد ايه على القصب بالنسبه للتسميد؟ كام شكاره؟ كام شكارة؟ 13 شكارة. 13 13 يوريا. أيوة. و 18 نطرات. وي مش وي. طبقا لا لا مش وي. و او بقى. او 18 طبقا للمتاح. طبقا للمتاح. اه. فهم يعني دي فعلا الحصص اللي وزاره الزراعه بتوفرها للمزارع. عايزين بقى معلومه ارشاديه توعي المزارع على طرق استخدام الاسمده والري بحيث ان هم يلجأوا ان هم يشتروا بدل فوق ال 13 بيوصلوهم ل 30، وبيقول دي بتديني انتاجيه اكتر في الارض. هو عنده ده اعتقاد عند معظم المزارعين، ولكن في ندوات ارشاديه بتعقد ما بين مجلس ما بين مصانع السكر والارشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعيه لتوضيح المقررات السماديه المفروض المزارع اللي يستخدمها. دي بتكون اتعملت عليها ابحاث كثيره. أيوة. في مركز البحوث وتحددت بناء على هذه الدراسات. فعلا الافراط في التسميد شيء غير مفيد، ده يعني خلاصه الكلام. الاسراف في اي حاجه شيء غير جيد، وخصوصا ان اي كميه زياده من الاسمده فبتنزل في الميه بتاعت الصرف، ما بتستفيدش منها لا الارض ولا الزرع. ايوه فندم. كان في ملف حضرتك بتتابعيه من فتره وفي مجهود كبير فيه، اللي هو التعدي على اراضي الشباب الخريجين. وصلنا لغايه فين؟ كان اخر حاجه اتقدم لنا لبعض الزراع، وفعلا اختارنا مديريه الامن وبنتابع معاهم على اعتبار ان ده يدخل في الجدول الزمني لازاله التعدي، لان ده بيبقى تعدي من الافراد مش تعدي بالبناء بقى. ايوه ده هم بيستولوا على الارض منه، بيستولوا على الارض. انا شخصيا كنت هناك وادي النقره لمتابعه الملف ده بنفسي، وتم التنبيه ان هم اول ما يلاقوا حالات تعدي بالطريقه دي ان هم يخطرونا على طول بمحضر اثبات حاله، لان كانوا بيعملوا ايه؟ بيتصوروا انه مجرد محضر مجلس اداره يبعتوه لمركز الشرطه يبقى كده انتهى الدور على كده. ايوه. فطبعا نبهنا عليهم لا، ده بيتعمل محضر اثبات حاله، بيجي عندنا المديريه يطلع بيه قرار ازاله عشان يقدر الامن يتدخل ويدخله جدول الزمني ان شاء الله. لكن بموجب المحضر اللي بيروح مركز الشرطه ما بيبقاش في اجراءات قانونيه نقدر نعملها. فعلا. طب بالنسبه بقى للاسمده، انتظام صرف الاسمده في مشاكل ظهرت في بعض المناطق؟ احنا الحمد لله لغايه دلوقتي مفيش مشاكل. الحمد لله. نتمنى ان الموسم يعدي بدون مشاكل. باذن الله. موجوده في الجمعيه، ولو في اي مشكله او اي حد عنده
اي مشكله مع جمعيه او مع موظفين هو بيتوجه لينا، وان شاء الله نساعده على حلها فورا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره مفيده الخولي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه اسوان.